أزمة خبز تلوح في الأفق في إيران، مع استعداد السلطات لرفع الدعم تدريجياً عن تلك السلع الأساسية في البلاد. الحالة يرثى لها، الخبز ينفد من السوق بسبب رفع الحكومة سعر الدقيق، ما يضطرنا إلى رفع أسعار الخبز كي لا تزداد خسائرنا، الأمر الذي ينذر بأزمة كبيرة. أزمة تضاف إلى النسب القياسية التي بلغتها مستويات الفقر، فبيانات رسمية جديدة قالت إن نصف سكان إيران يعيشون في فقر مدقع، وتشير التقديرات إلى أن 60 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل 30 مليونا، هذا ويعيش 35% من الإيرانيين في عشوائيات. أرقام صادمة نتج عنها مآس كبيرة. فالطفل محمد موسوي زادة ذو 11 عاما انتحر بسبب الفقر، حيث قرر إنهاء حياته بعدما تعذر عليه إكمال تعليمه عن بعد لعدم تمكنه من الاشتراك في الإنترنت. مأساة لخصت معاناة 36% من طلاب إيران من الذين تركوا مقاعد الدراسة لمحاولة العمل وفق التقديرات الرسمية. صور تشرد الأطفال في الشوارع في ازدياد، مواطنون آخرون افترشوا الأرض، بعضهم وجد في القمامة قوته، في مشهد يعكس مدى استفحال الأزمة المعيشية في البلاد على وقع تحذيرات رسمية من اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات. شيرين قطيري، العربية.